السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأخ عبد الرحمن دكير على القناة دكير إنجليش، درس رقم 34. درس اليوم attractive، يعني عملية نطق. يعني هنا تنشوف واحد أبوستروف فوق تي، يعني خاصني نضغط على التي، عندي هاد أ أو خاصني نبيل أ مزيان. attractive attractive بحال باد، هاد مني تنشوف هاد ا او بحال باد. attractive attractive يعني شفنا attract verb، يعني شي حاجة تيدير شي حاجة باش تجلب شي حاجة. هنا adjective يعني الحال تتوصف داك الاسم، بحال هنا attractive smile، يعني واحد الابتسامة جذابة. مثال: the patients will look like with a more attractive smile، يعني الناس اللي هما مرضى ولاو تيبانو يعني مع واحد الابتسامة جذابة. هادو يعني درنا في الدرس ديال داك النادي اللي تيكونوا فيه المتقاعدين، اللي فيه مستشفى، الرياضة، الموسيقى، مكتبة، فيه كل يعني الحوايج اللي يمكن يحتاج لها الإنسان مع الصحبة يعني ديال الأصدقاء وغير ذلك. The patients will look like with a more attractive smile. هذا أدجكتيف جميل بزاف، أي حاجة جذابة تمكن لك ديرها مع هذا الاسم، هذا الأدجكتيف ديرو مع اسم آخر باش تخرج منه يعني جمالية أكثر. Attractive smile, attractive laughter, attractive beauty, attractive lesson, attractive courses, attractive garden, attractive tree, attractive fruits, attractive painting وغير ذلك. يعني يمكن لك تستعملها مع اي اسم اعجبك، بحال البحر، الجلسة ديال البحار، يعني الهدوء، او هذا اي حاجة يمكن لك تستعملها مع هاد الادجكتيف باش يعني تتكون شي حاجة جذابة، يعني منظر جذاب او عمل جذاب او هذا او هذا، يعني شي حاجة تتعجبك بحال هنا attractive smile، الشوفة ديالها تتجلب، يعني ابتسامة جذابة. دونك هذا هو درس اليوم، عملية نطق attractive adjective و the patients will look like with a more attractive smile. إلى أن نلتقي في درس قادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.